أهلا جبران، جيت بوقتك. لو تأخرت شوي كانت القهوة بردت. ما في أحلى منها الواحد يجي بوقته. أهلا. كل شيء لما بيجي بوقته حلو. طبعا أنا كتير بهتم لمسألة الوقت. صباح الخير جبران. صباح الخير. التوقيت شغلة مهمة بالحياة. يعني إذا الواحد تأخر 3 دقايق عن السفر ممكن تفوت الطيارة أو الترام. صحيح. والباخرة مع أنك بحار ما ذكرت. مزبوط. هاي ما ذكرت، بس يمكن لأنه قائد السفينة هو اللي بتحكم بالوقت. ما حبيت. ومع هيدا وكله الوقت ما له أمان، ممكن يغدرنا بأي لحظة. معك حق، الوقت خاين. خانك الوقت شي مرة؟ كتير. وشو عملت؟ ولا مرة وقفت عقارب الساعة، لأنه الزمن ماشي وماشي فيك ولا بلاك، وما عندك كتير خيارات. يا أما بتمشي معه، يا أما بتضلك سجين اللحظة يلي خانك فيها الوقت. إمتى بدك نجتمع بمدام كامل باشا؟ الحقيقة أنت أحرجتني، أنا ما كتير عندي رغبة أرجع للشغل بصراحة، يمكن ما كتير أقدر أخدمها يعني. سوعت. ليش لا عاصم؟ بالعكس، يمكن تكون هي السبب لحتى ترجع تباشر أعمالك وتكمل مشاريعك اللي ناطرتك. بعدين حبيبي شو ذنب الموظفين يلي عندك يلي ناطرين إشارة منك بس وموقفين كل شيء؟ ليش في حدا اشتكالك؟ لا 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 أبدا، بس يعني هيك المنطق بيقول. مظبوط معك حق، أنا صار لي فترة غايب عن الشركة، يعني مفروض أعمل لي شي طلب. أكيد حبيبي أكيد. وبعدين خلي هالموظفين يطمنوا أنه أنت مالك تاركهم وعم تفكر فيهم. وأنا رح خبر مدام شاهد أنك رح تزورها. نزورها؟ أكيد أكيد، على القليل يدلك على البيت لأول مرة. يعني هو بس بناخد شوي فكرة عن المشاريع اللي عندها، يعني بعدين كأن اجتماع عندي بالشركة. اهلا وسهلا. بس شو عاصم عندي بالبيت؟ ما عم صدق عيني. والله هيك صارت يعني. اذا بدك انا برجع مطرح ما جيت. بالعكس، انت بدي اعمل لك تمثال لانك عرفتني على حدا بهضامة وشياكة اكابرية الاستاذ عاصم. هذا مزوقك. انت المزوق صدقني. لك يا عمي شو القصة؟ رح نضل واقفين على الباب؟ أكيد لا، تفضلوا ولو تفضلوا. يا أهلا وسهلا. تفضل تفضل يا أهلا وسهلا. تفضل 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 مطرح ما بدك. تفضل. شو بدك تشرب أستاذ؟ باخذ قهوة لو سمحت. شكرا شكرا. يا أهلا يا أهلا، نورت البيت أستاذ عاصم. يا أهلا وسهلا.